لا ترمي بذرة الأفوكا لأنه زيت سحري رح يخفف من خشونة الركبة من الكتف المتجمد frozen shoulder. في عندكم تخفيف الآلام العضلات كله موجود بهالحبة السحرية اللي نحنا منكبها. الحل قلت لكم يا بالمرة الماضية وكتبت مقالة عنا بمدونة ليالي الفرح، لكن كتير قالوا لي انه قاسية مثل الحجار، كيف نحن بدنا نبرشها وناخد منها المادة السحرية؟ بهيدا الفيديو رح نشتغلها سوا. يسعد اوقاتكم احبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني اول مرة معكم لبينا رح يحاصر على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية خبيرة التغذية العلاجية بلوجة الشيخوخة وجمال السيدة، واليوم رح نكفي موضوع بذرة الافوكا. وكتير سألتوني كيف رح نساوي منها المادة. انا اليوم الصبح استخدمتها، اخذتها غسلتها ونشفتها، يعني متركها شوي تنشف وبقشرها ونبشرها مع بعض. والبذرة بعد ما قشرتها رح امسكها واستخدم البشارة العادية، يا ابشرها مع بعض وتشوفوا انه هي سهلة تماما. لاحظوا بشرة ابدا ما نصعب، بكل سهوله نحن بنقدر نبشرها حتى نخلصها. رح خلصها بشر وبرجع لكم. لاحظوا من نصف البذره قدرت اخذ كل هذه الكميه. رح احط هذه الكميه بمرطبان ذا لون غامق، واذا كان ما نو غامق بيكون فاتح، لكن نحن رح نغلفه بالسلوفان. وجهزت انا عبوه ورح احط فيها البرش اللي انا برشته. لاحظوا بتكفيني كتير، يعني نص وحده وعملت كل هالكميه ولسه بقيان يعني كتير. ونحن ليش عم نبرشها؟ عم نبرشها حتى نستخلص الماده الفعاله اللي موجوده فيها. هذه الماده راح اضيف لها زيت الزيتون، وهلا راح اضيف لها زيت الزيتون. حتى الغمر انغمرت صارت تمام. رح سكرها واحتفظ فيها بمكان مظلم وما بيكون في حرارة تقريبا 10 أيام 15 يوم، وبعد منها رح تكون الزيت اللي موجود فيها فعال بتخفيف الآلام اللي موجودة بالمفاصل و العضلات. الناحية الثانية إذا كنت أنا بحاجة هذا الزيت بسرعة بلفها بقطعة قطن منشفة، بحطها ضمن حمام مائي وبتركها تقريبا شي ربع ساعة حتى إنه يغلي الزيت اللي موجود فيها، من ربع ساعة إلى نصف ساعة فقط. بعد منها بناخدها بنخليها حتى تبرد، وبعدين بنعمل عملية ترشيح، بنصفي المادة يعني بنصفي الزيت وبنشيل المادة وبنعصرهم منيح وبنستخلص الزيت. بيكون الزيت فعال جدا بتخفيف آلام المفاصل. بنهاية الفيديو شو رأيكم أصدقائي؟ شاركوا المعلومات مع أصدقائكم حتى نخفف كل الآلام اللي موجودة بجسمنا. بتمنى لكم الصحة والخير وانطروني في الفيديو القادم.